انخرطت الحكومة منذ الأيام الأولى لتنصيبها في ورش تسريع وتيرة تنزيل برنامج الحكومة وفاء بالتزاماتها واستجابة لحاجيات وتطلعات المواطنات والمواطنين. لقد راكمت بلادنا لفائدة المواطنين ولصالح الوطن خلال سنتين من عمل الحكومة مكتسبات على أكثر من صعيد، إذ قامت بإصلاحات وإنجازات مقدرة مؤسسة وواعدة لا يمكن تجاهلها، آخرها اتفاق الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019. هذه لحظة ديمقراطية بامتياز، لأن حسب المادة 101 من الدستور يمكن لرئيس الحكومة أن يقدم أمام البرلمان بغرفتيه الحصيلة ديال الحكومة مرحلية كتسميها الدستور. حنا الآن بعد سنتين بغينا نقدموا هذه الحصيلة الإنجازات. حنا كنظنوا بأنه في كثير من الأمور تقدمنا مزيان وانجزنا كثير من الأمور اقتصاديا وعلى مستوى الحكامة وعلى محاربة الفساد وعلى المستوى الاجتماعي، على الرغم من أننا واعين بأن باقي هناك خصص كبير وأن هناك طلب اجتماعي وأن المواطن كيستحق أكثر وبلادنا كتستحق أكثر، وحنا بغينا نخدموا أكثر في المستقبل إن شاء الله. الحصيلة إيجابية بالنسبة للسيد الرئيس الحكومة، ما هي بالنسبة للنقاط المهمة؟ أولاً حصيلة أكدت العمق الاجتماعي للحكومة، تركيزها على الأولويات المرتبطة بالصحة، بالتعليم، بالتشغيل، بدعم القدرة الشرائية، بمحاربة الفوارق المجالية. الحصيلة التي قدمها السيد رئيس الحكومة أبرز فيها بلغة الأرقام والمؤشرات المجهود المالي الذي بذل على مستوى الصحة بتعزيز الميزانية، برفع مناصب الشغل زيادة من 4000 منصب شغل سنويا، المجهود الذي بذل على مستوى التعليم، تعميم التعليم الأولي البدء فيه، توسيع برنامج تيسير ليشمل كل جماعات القروية، اعتماد المنحة متدربي التكوين المهني، فضلا على البرامج المرتبطة بالتشغيل والتي مكنت من تراجع معدل البطالة. هذا عكس واحد المجهود على المستوى المالي والاستثماري من ناحية الاقتصادية، سلسلة من الإصلاحات على مستوى نظام العدالة، منظومة العدالة على المستوى الجهوية المتقدمة، وأيضا على مستوى الديمقراطية التشاركية. في نفس الوقت السيد رئيس الحكومة برز الآثار المرتبطة بذلك على الحياة اليومية للمغاربة، ولهذا نعتقد الحصيلة إيجابية مشرفة كرسات هذا البعد الاجتماعي والتنموي للحكومة. استمعنا للعرض ديال رئيس الحكومة اللي تنشوفوا احنا في فريق الأسرة والمعاصرة انه واحد العرض انشائي لم يأتي بجديد، مزركش ببعض الارقام اللي رئيس الحكومة تيشوف من وجهة النظر دياله بانها تشفي الغليل، لكن واقع الحال يفند كل هالشيء. اليوم كما تتشوفوا الاحتجاجات في الشارع تكاد تكون يومية، الارقام يعني كتغطي على هذا الشيء كامل اللي قال. اليوم في ظل هذه الحكومه ما عمرنا وصلنا لارقام، خاصه تنتكلموا على المديونيه العامه، وصلنا واحد الرقم ما عمرنا وصلنا له، البطاله وكذلك رقم ما عمرنا وصلنا له. يعني كل هذه الارقام تفند وتعاكس ما اتى به رئيس الحكومه. ما جبدش اليوم القانون الاطار حول تعليم المواد العلميه باللغات الاجنبيه؟ لا ده. لا، لانه هو احراج بالنسبه ليه. على كل حال واحد العدد ديال الملفات ما جابهمش هو، وجاب فقط امور اللي هو بالنسبه ليه هو عباره عن مكياج للعمل ديالو التدبيري. لكن كما قلت هناك كان متسع من الوقت ان شاء الله اننا نعطيه الرد ديالنا في الجلسه العامه على كل ما قاله رئيس الحكومه. اذا هذا استمعت واستمع الجميع الى العرض السيد رئيس الحكومه، كان منتشيا، كان فرحا، كانت تقاطعه تصفيقات، واصبحت انا شرد وكانني لست مغربي. عل الحكومة تقوم بترشيد النفقات، عل الحكومة أن توقف التوظيفات المشبوهة والتعيين في المناصب السامية، عل الحكومة أن ترجع منسوب الثقة إلى المواطنين. وبارك علينا، أنا كنسمع رئيس الحكومة كيصفقوا له موز فرحان مع راسه، وأنا كنشوف المقاولة كتبكي. الضرائب ضرب الأطناب ديالها وعنا أمل في هاد الندوة ديال 4-5 ماي اللي دازت، المعطلين تيغليو،
المتعاقدين عاد حولنا بمبادرة وطنية. هما كيرجعوا عندك يتخسر في الطريق اصحاب الزنزانه السعود هاوما تيقولوا كاين شي وساطه اللي غيمكن لها تحل هذا الشيء. هادو رجال التعليم، ارانا الممرضين، ارانا الاطباء، الكليه راه واقفه ويمكن غتكون نتائج خايبه، ارانا هذاك الخضار والفواكه، وارانا الكل شيء الغلا، القدره الشرائيه ماتت، الطبقه الوسطى قتلوها لان الخدمات الاجتماعيه منعدمه. فين غادي نقولوا هذا الشيء؟ فين نقولوا العام زين؟ بالله عليكم اعطيوني يا عباد الله شي حاجه اللي نشوفها زينه ونقول هذه حكومه زينه.